أستاذي أنا أقول ويعذرني الجميع، قد نحتاج إلى منع بعض النشاطات، يعني لا أقول إجراءات افتراضية كاملة أو حظر كلي، وإنما أرى من وجهة نظري أن قد نحتاج إلى إيقاف على الأقل التجمعات أيا كان عددها، تكثيف التثقيف للمواطنين والمقيمين، وهذا ما نقوم به الآن معكم ومع جميع القنوات التي تصل للمواطن والمقيم وأيضا الجهات المختصة. الأمر الثالث، أنا أرى بإذن الله تعالى أن لو استطعنا أن نحافظ على هذه الإجراءات التي قلتها الآن وقالها وزير الصحة بيوم أمس، نستطيع أن نخفض المنحنى. نحن الآن في البداية في الارتفاع، نستطيع أن نخفضه بإذن الله تعالى إلى المستوى الأدنى أو حتى صفر مع وجود اللقاحات، الذي هو صراحة النور في آخر النفق. نحن سننتهي بإذن الله تعالى من الجائحة، ولا زال الأمل موجود. أنا لا أقول أن الأمل فقد، لا زال الأمل موجود، ونستطيع بإذن الله بالتعاون أن نصل إلى الهدف المنشود.